في سوريا قتل عنصر من الدفاع المدني وأصيب مدنيون بجروح جراء قصف جوي استهدف بلدة معارة الأرتيق في ريف حلب الشمالية. وقال نشطاء مدنيون إن مقاتلين روس أو مقاتلات روسية شنت غارتين على مناطق سكنية في البلدة، مما أسفر عن دمار كبير في المنازل والممتلكات. وفي دوما بريف دمشق قتل مدني وأصيب آخرون بعد أن استهدفت قوات النظام مناطق مدنية بقصف صاروخي أدى إلى مقتل شخص واحد وإصابة آخرين، بالإضافة إلى دمار في المباني وخسارة في الممتلكات.